قال انا شاب اريد ان استقيم ولكن ما اترك البنات والونس والى اخره والاصحاب والى اخره. الزوج يتزوج طوالي. الزوج يا اخي ابقى مارق. ودي اكبر مشكله الليله مواجهه الناس. اكبر مشكله. الرجال والنساء اكبر فتنه في الشهوات. وقال زمان قال الرسول عليه الصلاه والسلام قال ان الدنيا حلوه خضره. وفي لفظ الدنيا حلوة خضرة قال ابن عثيمين حلوة في المذاق خضرة في المنظر وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وده ما معناه إن أي مرأة شنو يعني شر أو كذا وكذا وكذا قد تكون محترمة ويش لكن بسبب يعني الفتنة التي غرزت في الرجل أو الشهوة كما قال الله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث إلى آخره. ابن كثير قال بدأ الله بالنساء قبل البنين وقبل الأموال لأن فتنة النساء أعظم أعظم. وعشان كده احنا ذكرنا قصة وبنكررها الآن في موضعها وإن كان بعضهم ذكر أن فيها مقالا لكن يستأنس بها وهي قصة ابن عبد الرحيم. وده رجل في سنة 222 هجرية. الرجل ده مرق للجهاد يعني تخيل زول مرق جاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. فقاموا الناس المسلمون حاصروا الروم. فلما حاصروا الروم رفعت امرأة رأسها من فوق الحصن فيما رفعت رأسها بقت تعاين. وذاك ابن عبد الرحيم ده حافظ القرآن تخيل حافظ القرآن وكذا. فلما رآها انتظر حتى انصرف الجيش الحصار تموا ورجعوا وبقى قاعده جنب الشجر. قال فلما انصرف القوم أتى إلى باب الحصن عشان تعرف الفتنة دي عظيمة. جاء باب الحصن بعدين جاء الباب فلما علم به الروم فتحوا له الباب. فلما دخل قابل المرأة مرأة ديلك بيسمون بني الأصفر. شاف المرأة فقالت له لا حتى تتنصر يعني قالت لها أنا ما ببقى لك زوجة إلى آخره لما تبقى نصراني زي. فتنصر خلى الدين مرة واحدة ما شايف هذه الجماعة ديل بيسووا البيت بيخلوا الدين والله واحدين امشوا شغالين ست الودع ارمي الودع لي كشكشي شو فيه ولي كان فيه وشي قولي ولي ما تختشي. تقول لك شنو يا ولد والله وداك يقول له انتم بتتزوجوا ده وده بيعمل كذا وده كذا والى اخره. والله بسبب ما كله فتنة بتاعت نساء بنها فتنة وابتلى ونحن خايفين عليهم من عذاب الله سبحانه وتعالى. فالرجل اتنصر ترك الدين بقى نصراني. عدت فترة من الزمن والسنة البعادة والبعادة المهم جو الجماعة المسلمون جو راجعين وحاصروا الحصن. فرفع ابن عبد الرحيم رأسه صاحوا له يا ابن عبد الرحيم. فرفع رأسه فلما رآهم بكى فقالوا له يا ابن عبد الرحيم أين قرآنك أين عبادتك أين صلاتك. قال والله أنسيته كله قرآن ده كله أنسيته إلا آية واحدة وهي من سورة الحجر ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ولذلك انت الإنسان يعني يتقي الله تعالى. دي فتنة الشاب الدار يستقيم وما جاء الفتنة دي طوالي مش تبقى الباب. نحن ما بنقول البيت يعني من عالم ثاني. نحن ذاته ما ولدنا نسوان ما عندنا ام وعندنا اخوات وعندنا زوجات وعندنا وعندنا الى اخره. المراه في اصلها ما محاربه في الشريعه بل المراه مكرمه في الشريعه. الله نزل سوره كامله اسمها سوره النساء وسوره كامله اسمها سوره مريم. وحارب قامت اليهود اجلوا من المدينه بسبب امراه بس لابسه الزي الشرعي وهو إلى آخره والنقاب إلى آخره ومشت دخلت سايغ
في المدينة بتاع ذهب من اليهود، فواحد من اليهود وراء ربط الثوب من الخلف بشوكة علقوا بالرأس، هي طبعا قاعدة والذهب إلى آخره. فلما قامت انكشفت بعض عورتها، فلما انكشفت صاحت للمسلمين. طبعا الزمن ذاك الناس كلها مترابطين، المسلم حتى لو ما بيعرف يسمى بدافع عنه. فأتى أحد المسلمين فضرب عنق اليهود فقتله، فقام له عليه بعض اليهود فقتلوه سوى امرأة، فأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة. كلهم ما زمزم دم بسبب امرأة، هي وابنها بسببها، هي وبسبب ابنها إسماعيل عليه السلام، وهي هاجر تمشى الصفا وتجي المروة إلى آخره. فأصلا المرأة في الشريعة مكرمة وأحكامه وإلى آخره. وابن تيمية يتكلم في الفتاوى في بعض الأجزاء كما في الجزء الرابع وهو مفصل الاعتقاد، تكلم عن المرأة. في الجزء السادس يتكلم برضو قبل بقرة في الفتاوى، ناقش مسألة قريب 20 صفحة، هل المرأة ترى الله تعالى في الجنة أم أنها لا ترى الله؟ قال ابن تيمية بأنها ترى الله تعالى، لأنها من جملة الناس، والله تعالى قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها شنو؟ ناظرة. وأحكام كثيرة قال بيتفق فيها المرأة والرجل. نحن ما زامين المرأة في أصلها، إنما نقول المرأة تكون هي في نفسها على الدين وعلى الاستقامة. ونساء كتار بقن سبب لإصلاح المجتمع. إمام مالك أمه كانت بترسله صغير تقول يا مالك اذهب إلى ربيعة الرأي وخذ من أدبه قبل علمه. والإمام أحمد أمه عمره 14 سنة ادته جراب فيه خبز ناشف، قالت اذهب فاطلب العلم من 14 سنة. جاء راجع عمره 40 سنة وهو من أعلم أهل الأرض في زمانه. ونساء كتار، صفية رضي الله عنها ترسل الزبير بن العوام، ترسله مع حمزة أخوه، تقول اذهب معه إلى الصيد، بيصطادوا أسود، بيمشوا بيقى من أشجع الناس الزبير، بيقف في مؤتة وفي غيره من الغزوات، جيش 200,000 بشر بشقون وبجراجة، بيقول من يصنع كصنعتي. فلذلك المهم النساء مكرمات، لكن في نهاية الأمر الشباب كثير منهم دي مشكلتهم، يا الموبايل رسائل، وكان سايت اتكلمت معه قلبه بيقع مرة واحدة، حسيت انك موضوع ما صاحبك ما قدرت تغنعه كده، وان انت بتاع لخبطه لو بتاع لخبطه مو يزول مستقيم ده، بس تتصل يا سوسو، والله يا حمودي ده اصلج في الموضوع ده، تتصل به وسوسو سلام عليكم الزول دي والحاجه الفلانيه طوالي حاضر ان شاء الله لله تعالى، لله يا مجرم ولا عجان سوسو السوسو بتجيك قدام، اصبر اصبر شوف الحاصل يا اخي. يا انا واحد وراني موبايله، موبايل اخوه والله في البلد، البيت كاتب له قالت له مشهور بالكرم وارواحنا بك تنجم، حاشاك البخل دمعاه ما بتتلم، رسل لي رصيد ودع عليه ما بتندم. والمستقبل طوالي الجماعة، رسل الرغم والشفرة يا زول انت بترسل، ومسكين تلقى المسكين جنب الجامع لله بمش منه ساي، ودي يشتري البارد يجيب البارد يخده، وجيب السندويتش يخده، عامل فيها كريم، عامل فيها كريم للبيت، وياكل نص العيشة ويخلي النص الثاني، ما تتم العيشة لك يا اخي والله البيت دي بتقول الزول ما ظريف، وانت البيت لك تشوفك جنب مطعم، ما تشوفك هناك بتاكل، ده الصحن ذاته في خطر خليه هناك، والله الذي لا اله غيره، والباذي يشرب نص ويخلي نص. انا مشيت يا اخي جامعة السودان جناح الجنوبي، لقيت عندهم محل جوا زي الصينيه بتاعت العربات، لقيتها كلها نص البارد نص نص نص، قلت النازل مالون هون حاصل عليهم شنو يا اخي؟ ما تشرب ساي، شرب معانا يكملها كلها والجنب ذاته يكون في خطر بارده، لكن يشرب مع الجماعه ديل يشرب يقوم ويتلفت ويخلي الباقي، عامل فيها ظريفه، وبنطلون شاديه من بيت عزابه وساعته دي ما حقته، وانا ابوي جاي من ابو ظبي واسف المطار، وابو بيع في بامبي في الملجه يغش في البيت زاي. طيب فالشاب الدار يستقيم ده يستعين بالله سبحانه وتعالى، والله يسال الله ومش دق الباب، السلام عليكم انت ابوه
اي والله انا جيتك ما تشتغل بيديلك ديلك يا اخي انا قاعد في البيت سامع الجماعه يكوركو بتدقه انا سي بتدقه ديلك ختاون ما تلقى لك عكاز في اضانك زاي امش دق الباب عادي السلام عليكم عكوس انا والله داير دي ادوك شاكوش وكله وابقى مارق ادوك لا خلاص عقد وتعال بعدها انا تعال انا بعقد لك امورك بتوضح تاني امشوا وكلوا باسطه سوا طيب